السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد. اشنو ما شنو ام سعديه قالت لك باغا تبرعنا بشي حليوه ديال زمان بكاوكاوا. نسولو ام سعديه، لالا كي جات عليك القندوره يا لالا، شوفوا شوفوا الزازه البنات. بارك الله عليك، بارك الله عليكم البنات. معنا بنات ورجال، راه كيخليو لينا كومونتيرات كيقول لك حنا رجال متبعينكم وكتذكرونا. ايه مرحبا بكم بنات ورجال، مرحبا بكم. غنطوريكم حليوه غريبه كاوكاوا ديال زمان ماشي ديال دابا. انا مرحبا بكم ونتمنى تاكلوا منها ان شاء الله. ان شاء الله تبقى حيين. الله 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 الجهد مليح. يلا امي سعديه بداي. مو سعدية تبدا تخلط لينا في الخليط. ها نتوما، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ام سعديه ما تفوتش الزاويه ديالها، هضر كاينه كتقول لك الزاويه كتلقى فيها راحتي. اليوم جات عندنا اليوم واحد المتتبعه، يلا دارت قناه ديالها عالم ام حسان، ولا لا قالت ليها، قلت لها يلا نضيفوا المراه ونمشيو نجلسوا في هذا، قالت لك لا اللي بغاني بغيني في الزاويه ديالي. أمي سعدية شنو كتصوبي دابا؟ نصوب غريبة كاو كاو. خلي لي أختي الخميرة دكتي وجدتي ليها. البنات سمحوا لي نسيت ما سجلتش أمي سعدية كانت نديرو في الطحين وهذا ما سجلتهاش، سمحوا لي. بقيت كنزيد لها في الطحين وفي المقادير ونسيت. انتما البنات كيف ما كتشوفوا ام سعدية سالات العجينه ديالها. ام سعدية شنو غديري دابا؟ بغي ندير زعما نهز العجينه نكبرها نديرها الكوك والسميده وندير الكوكا ونحطها. يلا بداي على بركة الله. كدهن بالزويته الله يعطيك الصحة الحاجة. تبارك الله عليك أمي السعدية. واش غندير؟ هادشي اللي كان بكري ماشي بعد دابا. بارك الله عليكم مسعدية. حلوتك غتجي زوينة إن شاء الله اليوم. إيوا نفهمك الله. يا ربي آمين. نتلو من عند الله. هذيك ليك. شنو كديري أمي السعدية؟ عماتي أختي هذيك باش نتاعك كل وحدة متيسعة، صافي هذيك مناسبة. زيدي وحدة راه باقا بلاصة، زيديها صغيرة. هنايا؟ أه زيدي وحيدة صغيرة. واخا.
انا راه عاونت امي السعديه شويه نتوما. امي السعدية وامي انت الله يعطيك الصحة ايوا دابا تبارك الله عليك دابا هادشي اللي كيبقى اما قلتلك شهادة خدتك الكوك باقي باقي مزيان ديري اختي ديري هنايا شوية امي السعدية مصيفطة معانا جوا الفران يا غادي تبارك عمي نعم لا غير بغيت تبكي مع كلشي كلشي تا الدراري تبكي ما يهمني وما تجيش ياك تمشي ديها لشي واحد ويني جي تجي وشي امشي شناهي جي تجي وشي تيتكل تقولك اخادو ما يما راه دينا بلاد دينا نمشيو هي وامي خلاص هذا هو النهار كبير حلوتك طيبه هنا وقابليها فين غديني بغيت نصيفط الفرن خفت ما تجي لها هي الحلوه لا لا ناري 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 مشات اوكي انتي طلبتني قالت لي طلبي من السعديه تخليني ندير الفران براتك مشات للفران اليوم الحلوه لا غادي جنة طنيت مشى غتقول كلشي اللي عطاوني ولا تعطيت الدريار فرانك يجيو قرعه ديال 140 داري 40 ريال ولاد جاب باكو شي دار ليا يا ما تخلي يا ولادي يا اسمع لي دخلت عمري ما نعاود مالي اخويا الداني شكون هو دا امي السعديه ها شكون هو اللي جاب ظرفك صح ما قال لي ما تخليش ولادي وانا تعبت جابي ولادي خيتنا تيق الكابينه ودي يا عمري ما انتبهت نكذب عليك بعدين البنات ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدات لينا امي السعديه لذيذه 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 وغزاله ما شاء الله لذيذه وغزاله امي السعديه قولي انا نتمنى ولا نتمنى ان شاء الله نديرو العونيه ندير لكم هاد الحلوه وغدوك غتشوفو كي دايره وتشوفو من تا كي دايره غنديرو العونيات اليوم مرحبا بكم وتاكلوا منها وتشوفوا اذا تعجبكم ولا ما تعجبكمش زوينه المقادير ديالها ما غاليش وفنه وهادي حاله بكري ماشي بحال عندكم وانتم مرحبا بكم عندنا عرفت عليكم طارة عرفت مرحبا بكم مالك اختي فرحانه اليوم زيدك نغزه رجاله وعيالات عرفت مرحبا بكم طارة غندير لكم العونيات عرفت مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم عزاز عليك هاد الناس ملي كتعرفي عادين عليا كيجيو معايا وبناتي وبناتك خواتاتك تي تي ما بقات غير انا مرا كبيره هادو راه كاع بنياتي بابي اللي بغاتني رانا تانا باغا ولي ما بغاتنيش لا قلت عقلها خليها هاذي لا قلت عقلها ما كاين مال الدنيا عاليه والله خنيكم لينا وخنينا ليكم وربع عقلك اليوم محصنه ومثبته نتوما ديالنا وحنا ديالكم انت منين جبتي هاد الهضورات؟ والله العظيم وانت فين مخبيه هاد الصوام؟ لا لا ضريبين الله عمرها دار اللي ما كيضحكوا معايا قولي ام سعيد جمعك الحجاب ربي يخليك طول عمرك شوفي ترى كي تهضرت فيا شوفي البارح كان دورة والمهم كان دورة شوفي الزيف كي دايرين وشوفي الحالة الله يخليها ليا الله يطول عمرها كساتني ربي كسيها عطاها صحيحتها يحفظها من شر الخلق راه ان شاء الله انا بغيتها ما تشوفش المرض ما تشوفش الضرورة احفظ لها وليداتها عطيهم النجاح تا اللي بغات بخاطرها هي فرحتني انا بغيتها تبقى ديما فرحانة عمرها ما تكد ذهبت ما ودات الوالدين سيدي ربي هي راه مهرية فيا وانا تا انا مهرية فيها على قد الحال مهرية فيا بالحلوة وبقيتيني نغلاط عمتي انا مشي على الحلوة
ما كانت تاكلي تبدا الماكله ما كانت تاكلي تبدا سكتي تشويني يعرفوني ما كناكلش شوفي هادشي ما كتب لك الله شوفي شوفي منياتي عرفنا شبابي واحد الحاجه الشهر التحتانيه غنقطع الفيديو نهبط لها لا ضرب المطر على الباب الباب ما تكتبش عليك هكا تعاودي كبيره الا يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي او قالوا لي تزوجي ما تزوجش ما ترويش اكثر على الباب اللي تسكتش او قالوا لي تزوجي ما تزوجش سويت الماكينه يا الخدمه تكلنا او هيك على طاجين فاس هكا على خبز الرباط يا هيك على حلوه شبكه دارت سعديه اه اللهم نبعد عليك ولا الدل او قالوا لي تزوجي ما نتزوج شي ورويجي ما كاين شي ولا خدمه ديك الماه يا وهك على طاجين فاس هك على خبز الرباط يا وهك على الحلوه شبكه طوبات سعديه تبارك الله عليك السعديه يا ربي يبارك وراكي ناشطه يا مالي الحمد لله بح. جبتك عندور اليوم جبتك عندور ودي بجديد بجديد مالك في جبهتك كنشوف جبهتك كنشوفها هي قربي 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 مكتوبه في الله يقرب لها هاويلي ما يستر شتي انا كنقول كلمتي انت كتقولي الخايب سبحان الله وغدا فزي وانت دابا كتقولي انا كنضحك وكنقول كلام زين مكتوبه لا الله يقرب لها اختي بارتلي كنبغيك ما تقوليش هاد الهضره خايبه ابدا حرام عليك صافي شوفي ام السعدية في جبهتي شوفي شوفي هنا شنو مكتوب شنو مكتوب اي مكتوب ملك الخير قديتي عرفتي شنو حسيت بتاني بالضمير يا مكتوب ملك الخير والله الا حسيت بتاني بالضمير انا بغيت نضحك معاك مكتوب ليا مالي تا مكتوب ليا البنات انا دائما كنضحك مع ام السعدية تتبدع عليا بحال مثلا كتقول لي غنهبطوا نتابزو هنا نطلعوا نتابزو ليه تنقولها مكتوبه على جبهتك شنو مكتوب عليك غاء الله مكتوب عليك غاء قالت لك غاء قربله الله قربله شوفي ما عندها عقل باقا صغيره باقا ما عندهاش عقل انا راه عندي 80 وهي باقا صغيره ما عنديش عليها عندك 91 فهمتي لا كنقولها 8 وخا تقوليها صافي عندها غير 80 80 اللي عندي بلاها ما ديدي عليا ولا ديدي عليك وزايدون كبيره الجامع صغيره غير الكابينه لا اش بغيت نقول لكم هذا ام السعديه كتقول لي نخرج نتريش مع الخضار نهضر مع الفاكتور عمول الضو الجاره السحور الرعد البرق الجبل الواد كنقول لها مكتوب على جبهتك الله يقرب لها لا لا اختي مكتوب عليا الخير والرزق قالك الله يقرب لها مالي عندي الدراري عندي الدريات الدري باقي لي بلا رزاحة عندي رويتها واكلة بتاعت من برا تبارك الله الحمد لله وإذا ما عيش فوق الترك سخنا ولدي أنا عيش فوق الترك نحمد الله وشكرا اللهم لك الحمد أم السعدية أنا شنو كنجيك انت يا بنتي كاسياني ومكلاني وشرباني ومبرعاني ما عمر شي واحد براني بحركتي ابدا انا عزيزة عليك عزيزة عليك الله اللي مطالع خليني ندوق من الحلوة من قبيلة كتقولي ما تاكلها سخونة خليتها تبرد خليتها تبرد راه هي بردت البنات بغيت نحمق باغا ندوقها كتقولي لا ما تقربيش لا غدرك تتبرد لا تتبرد هي بردت خودي ياك انا بنتك وقلتي لي عزيزة عليك خليني ناكل حليوة هي خوديها لا خديها خدي حليوه واخا سخونه بارده تاكليها دابا ناكل لا كل انا البنات ندوقها ونقول لكم كيفاش جات الله يعطيك الصحه لا بسم الله ظهرها تبارك الله بنا زوينه البنات خطيره والله العظيم وفيها قشور الليمون اللوغو ديالهم ما شاء الله المهم تعطيني هاد الويدات نبوسهم واش انا اختي البوتكي ديك لا 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 حاشا البنات الفيديو ان شاء الله القادم يكون محسن شكرا بزاف على التتبع ديالكم مع الف سلامة خليتكم في امان الله وكنشكر الضيفة اللي جات عندنا نتمنى تزوروا القناة ديالها عالم ام حسام
تمنى قلبي يدفك ديك راه باغا ديرك ديرك تتقود راه باغا تلعب بك البنات. واحد الضيفه جات عندنا اليوم الله يعمرها دار مسكينه ما خداماش ويلا باغا تبني على كاتبي عشرة خدام البنات يجي العاب عليك البنات. نتمنى تدخلوا تزوروا قناه ام حسام قناه ام حسام مسكينه الله يعمرها دار في يومنا البنات. دخلوا شو زوروا قناه ام حسام الله يعمرها دار مسكينه يلا باديه وبغات مسكينه تطلع القناه ديالها نتمنى تعاونوها مسكينه على وليداتها. شنو تطلبي من امي سعديه البنات يدخلوا يزوروا قناه عالم ام حسام دوري قولي لي اش غنقول لهم دخلوا عند القناه صور صبرتني ما يظهر برك حتى هذا ما صبرت معاه درت لها خاطره حنا كنصبوا قلت ندير معاكم يا ويلي هادي بركينة والله يستر هادي بغات تطيح وصل عليا الدم ندير معاكم باغا تدي معاكم هي باغا الدينا ديالنا هادشي لي بالية اش بغات ديرك؟ وباغا تدي شغلنا اش ما شغل؟ وتادي كتقولك تخشى معانا لاش؟ القناة وتمشي تلعب علاش الاولاد باغين يديو هي باغا تدي باغين يلعبوا عليك خليها مسكينه ام سعدي قولي لهم دخلوا تفرجوا في قناتها قولي لهم اش غنقولي لهم قولي معايا فاك لما ندخلوا شوفوا قناه عالم ام حسام عباك لما سير تدخلوا عند مولات الوليدات عاونوها كونوا معاها طبعا كنعرف سميتها انا كاع سميتها عالم ام حسام انت توقع ما كنعرفهاش يا سكن بتكوره لا تعني وتكره كتا تركتك لبيها كنت يبتاك تلك دو هلا تمتنين هنا بيها هيا رجعت عود تاني هلي ملعت تقديم انت تسالي تحيدي ذك الشو انت تتعج مع وجهة ترجع البي هلا صحت ابنا انا غنسقبت لحق من ما غن ما قلت له يدينا كنت موت على الدورة سمحوا لي عافاكم وسيدي على سمحوا لي كنت موت على الكاندورة حنا باقيين كنصورو باقيين كنصورو البنات وهي شدات الكاندورة جداتها شوف باش تبدل والله الا رجعت بيه خير حلوه حلفي عطاتنا عندكم مقادير زوينين